السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف الطاء. الطاء العربية تخرج من طرف اللسان واللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا. أين اللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا؟ من الداخل. هذا اللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا وطرف اللسان. الطاء طاء طاء طاء، وهي حرف مفخم مستعلن مطبق. طا طا طا، طو طو طو، طي طي طي، وإذا سكنت تقلقل. أط أط، محيط، هكذا هي الطاء. في طاء ينطقها كثير من الإخوة من الدول الإفريقية، طا طا، يأتون بها والله ما أعرف أقلدهم، أنا حاولت لكن ما استطعت أقلدهم، يأتون بها من الخلف، يعني من الشيء طا، من الشيطان الرجيم، ما أدري من أين يأتون بها. وعدة دول، يعني ليس من دولة واحدة، من عدة، هذه لا تصح. والطاء العربية ليست كذلك، الطاء العربية سهلة من مقدمة الفم، طا طا طا، طو طو، وهكذا هو الصوت. يجب أن يكون مفخما، لأننا لو رققناها ستتحول إلى تاء. بارك الله فيك.